طبعا بصراحة تعقيبا على حديث الكابتن حسن فرحان، ودليل انه اليوم اكو اجندات خارجية، واخوة يوسف يعملون ضد العراق، وخير دليل مخرجنا راح يعرض لنا سحب بطولة غرب اسيا بكرة السلة من العراق. هاي البطولة من المفترض ان تكون في بغداد، والاتحاد مال كرة السلة اعلن عن هاي البطولة راح تكون ببغداد بصراحة، لكن احنا الحلقة سابقة او قبلها اتصلنا برئيس الاتحاد لكرة السلة الاستاذ حسين العميدي، وقال البطولة ليه هسه ماكو شيء رسمي انه تلغي او تنسحب من العراق، واذا انسحبت احنا ما نشارك. لكن مشاهدينا الكرام نروح نشوف الكتاب، ورحنا بصراحة الكتاب اللي باللغة الأجنبية وراح نقرأ لكم الترجمة مالته. الكتاب يقول: بالنظرة إلى الظروف التي تحيط بالعراق ومن أجل سلامة اللاعبين المشتركين في البطولة، فإن اتحاد غرب آسيا قدر بعين الاعتبار هذه الظروف وقرر أن يغير مكان إقامة البطولة من العراق إلى الأردن. نرجو منكم ملاحظة ذلك وإرسال جميع الوثائق الخاصة بالاشتراك في البطولة. نأسف لهذا التغيير. على شنو تأسفون؟ يعني بصراحة أنا رسالتي الرئيس اتحاد، كان قرارك شجاع من خلال الاتصال الهاتفي اللي أجريناه وياك خلال برنامج المشهد الرياضي، والاتصال موثق أنه قلت اذا انسحبت البطوله احنا ما نشارك. اتحاد السله اذا شارك بصراحه يكون غير كلام، لازم تكون قراراتنا قويه. احنا اليوم نفتقد للقرار القوي، للقرار الناجح. اليوم العراق يقدر ينظم بطوله، ودائما نعيد ونكرر مباراه الاساطير، مباراه القوه الجويه والزوراء من نصير بملعب الشعب وحضور الجماهير، المنتخبات اللي جت وشافت جمهورنا بالبصر بكربلة. ليش؟ عندنا أمان. واليوم أي شخص من الدول العربية، أنا أحدد الدول الخليج العربي بالتحديد، الخليجي بالذات، الخليج العربي بالتحديد، أي شخص خليجي يشوف وضع العراق ويحكم بنفسه، مع يعني والله العظيم مع كل الأسف على أخوة يوسف اللي دا يسووا بالعراق، مع الأسف العراق أكبر منكم، ورجع العراق ويرجع يوم 27 ويا أخواننا السعودية بالبصرة، وراح تشوفون من العراق غصبا ما عليكم، غصبا ما عليكم العراق يرجع وترجع مباريات وبطولات ومشاركات بهذا البلد. وهاي رسالة أتمنى من أخواني الإعلاميين، أتمنى من الرياضيين أنه تكون وقفة جادة ضد هكذا تصرفات. ورئيس الاتحاد استاذ حسين العميدي، هاي رساله لك شخصيا انه تكون بصراحه وقفه جاده اذا سحبوا البطوله انه احنا ما نشارك، وبكتاب رسمي. رايك كابتن حسن؟ والله يجب ان يكون قرارنا يعني صارم تجاه هذه يعني الامور اللي تحدث للعراق حقيقه، مثل ما تفضلت نبيل انه أخوة يوسف لهم دور، وخد يكون بعلمك وعلم الجماهير أنه الحصار مفروض على العراق من خلال دول الخليج، وأنا ذكرتها في حلقات عديدة ومع جولات السيد وزير الشباب والرياضة، تحياتنا للسعودية والقطر وغيرها والكويت، لدليل على تشخيص الخلل وتشخيص الجرح الذي نعاني منه ولا نزال نعاني منه. نتمنى وقفة جادة من أخواننا العرب، لأنه لابد أن يرجع العراق إلى وضع الطبيعي سواء مستوى الرياضة أو المستوى الاجتماعي. فأملنا كبير أنه يجب أن يكون قرارنا صارم، ونتخذ القرارات بما يوازي القرارات اللي تصدر ضد العراق، لا نظل خانعين ومسالمين أكثر من اللازم. نعم أحيانا الهدوء او عدم التشنج مطلوب، لكن يجب ان يكون قرار رادع للقرار اللي يتخذ ضد العراق.